الحمد لله الملك الجبار، والصلاة والسلام على محمد سيد وإمام الرسل جميعا، ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي الطيبين الأبرار وآل بيته الأخيار والتابعين لهم والسائرين على شرع الله تعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وسندنا وذخرنا وعزنا أبي القاسم محمد، يا من اشتقتم للقياه، يا من وددتم صحبته، عطروا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه. واعلموا عباد الله أن الله تعالى قد جعل لمن يستمع الذكر منازلا ودرجات، وأمرنا بطاعته، وأمرنا بتقواه، وأمرنا بلزوم أوامره ومخافته في كل وقت وحين. فاتقوا الله يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسراف والتبذير سلاح لخراب وتدمير المجتمعات، هذا هو عنوان الخطبة، وهذا هو موضوع الحديث. ولا أعني بالإسراف والتبذير حينما تنفق أموالا في غير موضعها، فهذه صورة من صور الإسراف والتبذير. ولنبتدئ حتى نعلم ما حكم الإسراف والتبذير في كتاب الله تعالى وشرعه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يقول تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا. أجل، المبذر هو أخ، هو رفيق، هو صاحب للشيطان. لماذا؟ لأن الإسراف بمفهومه الشرعي واللغوي هو وضع غير صحيح، فهو أن تجعل الأشياء في غير محلها، وأن تجعل أمورا في أكثر مما تتقلب. وما أريد الحديث عنه اليوم أيها الكرام هو عما يحدث في واقعنا، وربما مدينتنا على الأخص، ومنها ما نراه. أبسط مثال ما مر علينا قبل أيام في رمضان، كانت السفر والموائد للطعام تمتد ربما أمتارا، وتوضع فيه أصنافا من الطعام والشراب. عجبا، أليس كلام الله واضح جلي؟ ألم يقل تعالى: كتب عليكم الصيام؟ لم يقل: كتب عليكم الطعام. هذا وقد قال: كتب عليكم الصيام. فها نحن نصرف ونبذر، كيف لو قال: كتب عليكم الطعام؟ واحدة هذه وأخرى أكثر ضررا. ما نراه اليوم في استنزاف واستهلاك في صور غير مبررة للماء والكهرباء والطرق والشوارع والبناء
وكل شيء، والآتي واحدة واحدة حينما يعطي المولد ترانا نسارع، الصغير قبل الكبير، يطفئ المصابيح، يقلل التبريد، يطفئ الأجهزة التي تستهلك، لكن بمجرد أن تأتي الوطنية ترانا نفور. كل واحد منا يريد كأنه ينتقم، وكأن هذا عمل ينتقم به من الحكومة أو الدولة لتقصيرها في توفير الكهرباء. هو لا يعلم كل مصباح يوقده يحرم بيتا آخر، وهو لا يعلم أنه يحرم نفسه، لأن الحمل حينما يزداد ستطفأ منطقتك. نعم، لأن المنطقة يعطيها عددا محدودا من الأمبيرية أو الفولتية أو الواطات الكهربائية. لذلك أيها الكرام، اعلموا ما دخل اليسر والتوسط في شيء إلا زانه، وما ترك شيئا إلا شانه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالاعتدال حتى مع الماء. نرى أشخاصا يفتح الحنفية ويخرج صندات وصنابير الماء في الشوارع بحجة أنها توقف التراب والغبار، ونسي هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابي يصرف بالوضوء. يصرف كيف؟ حاط مي بقلة، يعني بريج مي شافه دار بريجين أو أكثر، اعتبر إسراف وتبذير، وقال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فما بالنا اليوم نجعل صنبور الماء على المبردة بلا واتر بام يذرف الماء تلو الماء، ونفتح الماء على الحدائق لأيام متواصلات. أنسينا وتناسينا أن الله قد جعل الإسلام دين الوسط ودين الاعتدال وليس دين الإسراف، من غير إسراف ولا بخل. أنا لا أقول لك كن بخيلا، ولآتيك بآيات قرآنية تبين أن أمة الإسلام أمة الاعتدال من غير إسراف وإفراط ولا بخل وتفريط. يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليس الوسط هنا أي في منتصف الكرة الأرضية، لا، أي معتدلين متوسطين من غير تشدد أو بخل أو إفراط ولا تفريط. وكذلك في موضع آخر يقول تعالى في بيان ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تجعلها هكذا كأنك تريد أن تجمع الدنيا كلها بيديك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي ستنفق أموالك وستخسرها. يجب أن يكون الاعتدال الأشياء الضرورية، يعني أنك حتى في الملابس. المشكلة أيها الكرام، نحن العراقيون والأنبار خاصة متطرفون في كل شيء، حتى في لبسنا ترى هذه الدشداشة أو هذا المنطار ما زال جديدا فأرميه، أقول لقد لبسته العيد الماضي. لا بد لنا كل عيد من ملابس جديدة، ولا بد كل عام دراسي من ملابس جديدة، ولا بد لنا كل صيف من ملابس جديدة وهكذا. وإذا كما قال كان سيدنا عمر رضي الله عنه عنده ثوب أو ثوبين بالكثير،
فيغسل أحدهما وينشر الآخر. وفي بعض الأحيان كان عنده ثوب واحد فقط يغسله حتى ينتظره يجف، وهو أمير المؤمنين. فانظر أيها الكريم واعتبر وتدبر، أنا لا أقول لك أن تبخل على عيالك ولا أن تقنن، فالبخل كما قال المصطفى في الحديث: البخل شجرة أصلها في جهنم، من تعلق بغصن من أغصانها متدلي إلى الدنيا أدخلته جهنم. والكرم والجود شجرة في الجنة أغصانها متدلية إلى الأرض، من تعلق بغصن منها أدخلته الجنة. لكن فرقا كبيرا بين الكرم والتبذير. الكرم حينما آتيك ضيفا ترحب بي وتستقبلني وتضع لي ما يشبعني، وليس ما يملأ صحونا ترمى في المزابل، هذا ليس كرم، هذا إسراف وبخل وتبذير. وأيضا من الحالات الأخرى في مجتمعنا في الإسراف والتبذير ما نراه اليوم من دمار وخراب لكثير من المزارع بحجة أو بأخرى في الشوارع، والله بحجة أن فلانا كريما وغنيا وعنده بيت ربما يكلفه مئات الملايين. ونسينا وتناسينا أن الدنيا لما جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري، جاءه رجل مسافر فلم يجد عنده سوى دار بسيطة من طين وبعض الأفرشة الخشنة، فقال له: عجبا، ألم تجمع المال وأنت الملوك والأمراء يحبونك؟ قال: وأنت لما ليس معك زاد، وليس معك أثاث، وليس معك فراش يا هذا؟ قال: أنا مسافر وعابر طريق وعابر سبيل. فأجابه الحسن البصري: وأنا مثلك مسافر، كما يقول الحديث: مثلي وهذه الدنيا كرجل استظل في ظل شجرة فتركها ومشى. لذلك أحباب الرحمن، الله في الاقتصاد، فالقاعدة الفقهية والحكمة الشرعية تقول: الاقتصاد نصف المعيشة. الاقتصاد أي التدبير، ولا يعني ذلك بخلا ولا يعني ذلك شحا، إنما هو الاعتدال، إنما هو الشرع الذي أمرنا به تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وادعوا الله فإنها ساعة نرجوه أن تكون مستجاب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اعلموا عباد الله أن الله أمر أمرا بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمنين من عالم جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك الكريم، نبيك المصطفى، الذي نهانا عن الإسراف والتبذير لما دعاه صحابي لمأدبة طعام فرأى فيها أنواعا وأصنافا كثيرة من الطعام، فنهى ذلك وقال: إنه الإسراف، وإنه التبذير، وإنه نهي رباني، لما نزل قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي لا تسرف ولا تبذر. وسيدنا عمر رضي الله عنه أيضا في مرة من المرات ما نقله لنا دعي وكان
أعدوا من الملذات والطعام الطيب، فقال: نحن قوم نهينا عن التكلف، فعلام تتكلفون؟ أي لماذا تحملون أنفسكم فوق الطاقة؟ فالكرم أيها الكرام كما يقول المثل وجه فليح ولا عشاء ليلة، فالكرم أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن ترحب به وأن تستقبله وتكرمه بما يسد رمقه ويشبعه من غير تكلف. وكذلك وصية شرعية: ما يحدث من إسراف وهدر في الطاقات سواء في الكهرباء أو في الماء أو في الثروة السمكية التي بدأ الصيادون اليوم يلقون البمبات والعبوات والكهرباء والسموم حتى أصبحت شطاننا وكأنها قاع صفصفا، علام هذا. وكذلك من تطاول وبناء قصور ما أنزل الله بها من سلطان، فترى البيت 2000 و3000 متر، والفقير الآخر لا يجد خيمة ينام بها. اعتبر وتذكر أيام التهجير، كنت تتمنى أن تجد مشتملا صغيرا أو شقة صغيرة إذا تعطف عليك الكاكا في أربيل والسليمانية، أو إذا تعطف عليك أهل بغداد فأنت ذو حظ عظيم. لكن بعد أن عدنا وجدنا بيوتنا مهدمة، بنينا بدل الطابق 4 وبدل البيت 3، فهذا إسراف وتبذير. اجعلوا التقنين في حياتكم، حتى في تعاملك، حتى في نومك، في أكلك، في شربك، توسط من غير تبذير ولا إسراف، حتى في علاقتك مع زوجتك، حتى في علاقتك مع أصحابك. لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن يابسا فتكسر. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم ارفعنا كفنا الضراعة إليك، وبسطنا حاجاتنا بين يديك، يا من أمره بين الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. وضعنا أحمالنا عندك وتوكلنا على جنابك، يا من للضر ينتدب ولكشف البلوى ينتخب. اللهم اكشف عنا الضر والبلاء، اللهم اجعل بلدنا هذا رخيصا رخيصا محصنا، مدفوعا عنه الغلاء والبلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بداعش المجرمين والعصابات والفاسدين والميليشيات والمرتزقة والقتلة المأجورين. اللهم احفظ بلدنا، شاف جرحانا، وعاف مرضانا ومبتلانا. اللهم وفق للعفة نساءنا، وللقوة والعمل والجهد شبابنا، وللحكمة شيوخنا، وللعلم علماءنا، وللعدل حكامنا، ولطاعتك عبادك يا رب العالمين. اللهم أذهب عنا كل ما يضرنا، اجعل العراق محفوظا من كل سوء. اللهم في هذا الحر القائض، من للفقراء ومن للأيتام ومن للمحتاجين، ما لنا سواك، رفقا ورحمة بنا، ذقنا عذابك فذقنا رحمتك، ذقنا عذابك فأذقنا وأرنا رحمتك، يا أرحم الراحمين، يا كريما يا جواد، يا عظيما يا منعما على العباد. اللهم أنت الصاحب وأنت الخليفة وأنت الباقي في الأهل والأولاد والمال والذرية والأبناء،
فاودعك واياهم وانفسنا فاحفظنا واذهب عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم وفق حكام بلاد المسلمين للعمل بشرعك وقرانك. اللهم خلصنا من كل مسؤول فاسد، ممن سرق وخان، ممن باع البلاد، ممن والى بلاد الجوار على حساب العراق، ممن تآمر علينا. اللهم انت الذي تستجيب الدعوة وانت الذي تكشف البلاء، لا نصير